هذه. واه في صفره في ركله جزاء جزاء بنالتي وراح حطه والله الله حطه حلوه. اسماعيل عبد اللطيف يسجل اللطيف 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 يسجل اول اهدافه مع فريق الرفاع اصحاب السعاده في الدقيقه 35 من عمر هذا الشوط الاول. والهدف الثاني فريق الرفاع الهدف الثاني من ركله جزاء. اسماعيل عبد اللطيف واضح معك على الشاشه والصوره. دقيقه 35 بينما الهدف الاول اتى من اقدام اللاعب ميلاد.